لباس الأفغان بالمحزمة هذه ويتحركون، ولباس عسكري ويتحركون كالكوماندوس، وكلمات نابية ومصطلحات. فأعطيت لي السلطة الشرعية في إيقاف الجبهة، ظهرت عناصر تحمل السلاح وتتجول في الطرقات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. التعددية الحزبية في الجزائر ماشية في خط لعلها أحسن من كثير من بلدان أوروبا بكثير. النظام في سكوت، في هدوء، الظاهر أنه راض على هذا. الخلفيات أن الأوامر تأتيه بأن المسار الديمقراطي لا بد أن ينجح، لأن المسار الديمقراطي هذا يدخل من ممكن في من ضمن مخططات التنظيم الدولي أو التنظيم العالمي الجديد. وهناك الآن الأردن دخلت الآن في التعددية الحزبية، ومنذ أسبوع رفعت ما يسمى بقانون الأحكام العرفية وفتحت التعددية، والآن طريق ماشية لدول الخليج لكي تقوم بهذا العمل. يظهر هذه خطة بوشية من أجل أن الديمقراطية أو التعددية الحزبية تصل إلى كل نظام من أجل أن تكون السيطرة المطلقة والتبعية المطلقة الاقتصادية لهذه البلدان نحو دول الغرب وعلى رأسهم أمريكا. الآن ماذا حدث؟ حدث أمر من طرف السلطة عندما اجتمع المجلس الوطني الشعبي لدراسة قانون الانتخابات، حدث فيه إجحاف في قانون الانتخابات. قلت إلى حد الآن أمر ماشي. لما عرضوا قانون الانتخابات شعرنا بأن فيه شيء. ما هو الشيء هذا؟ أولا كاين إجحاف بالنسبة لتقسيم الدوائر. دائرة مثلا فيها 80,000 نسمة رحمك الله يعطى لها مقعد، ودائرة فيها 4,000 نسمة يعطى لها مقعد. فقانون الانتخابات أو قانون تقسيم الدوائر أحدث في الجزائر الطبقية، معناها الجزائري رقم 1 والجزائري رقم 2 والجزائري رقم 3. جزائري في ولاية في دائرة كذا يساوي 10 جزائريين في دائرة أخرى. أذكر لكم على سبيل المثال فقط تيزي وزو ولاية الجزائر، ولاية الجزائر العاصمة، الجزائر العاصمة فيها أكثر من 2,000,000 نسمة، وتيزي وزو ممكن فيها 800,000. عدد المقاعد في ولاية تيزي وزو 21، عدد المقاعد في الجزائر العاصمة 21. غير معقول هذا، غير معقول 800,000 مع 2,000,000. فهذا الأمر هذا تركنا كلنا ومجموعة من أحزاب، حتى بعض الأحزاب العلمانية رفضت تقسيم الدوائر. نحن رفضنا أمر آخر، أمر خطير جدا، وهو أن من شروط المترشح أن يبلغ سنه 30 سنة. ومعنى سنه 30 سنة فيه أمرين. الأمر الأول أن أبناء الصحوة كلهم أبناء ما بعد الاستقلال، من 62 ل 90 كم من سنة؟ 28 سنة. إذن هذا لا يسمح له، أبناء الصحوة لا يسمح لهم بأن يشاركوا في صنع القرار. يسمح لك أن تضع الورقة داخل الصندوق، أما أنك تقدم نفسك كمترشح للبرلمان لا يسمح لك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن أبناء المدرسة الجزائرية هم من مواليد 62. إذا أبناء المدرسة الجزائرية لا يسمح لهم بصنع القرار، إذا يسمح لمن؟ لأبناء المدرسة الفرنسية، دون أن نطعن في من هم في من مواليد ما قبل 62. إنما هناك خطة في هذا. قلنا غير معقول أن يحرم 17 مليون جزائري من صنع القرار. هذا قانون مرفوض، قانون فيه إجحاف، قانون فيه ظلم. المهم مجموعة من الأحزاب رفضت وناقشت وطالبت بإعادة تقسيم الدوائر وإعادة قانون الانتخابات. لكن ماذا فعلت الجبهة الإسلامية إنقاذ؟ صعدت القضية لوحدها، مع أن المطالب كلهم طالبوا ذلك. الجبهة الإسلامية صعدت القضية، وهي أنها طالبت بإضراب، ووضعت الشرط في توقيف الإضراب في أمر اثنين: تغيير قانوني لانتخاب وتقسيم الدوائر، وتزامن الانتخابات الشرعية والانتخابات الرئاسية تاع رئيس الجمهورية، الانتخابات الشرعية والانتخابات الرئاسية متزامنة في وقت واحد. لما سمعنا بقضية الإضراب المفتوح، إضراب مفتوح، حاولنا أن نتصل، اتصلنا بالشيخ عباس المدني، ودائما في الرابطة قلنا وجود شيخ سحنون لكبار سنه، لعل المولى سبحانه وتعالى يحدث أمرا. إخوانا تعالى طرحوا عليه السؤال: ما هي الإجراءات وما هي التصورات التي وضعت إذا ما نجح الإضراب أو لم ينجح الإضراب؟ هل الشعب الجزائري يوافق على الإضراب، لا يوافق على هذا الإضراب، إلى غير ذلك من تساؤلات. قال: أنا لست مستعد للإجابة. طرحنا عليه السؤال الثاني، قلنا له: اطرح علينا قضية الإضراب هذا يا أخي، متفقين في الأهداف، يلا الوسيلة، اطرح قضية تصورات في الإضراب، ونحن نطرح أمر ثاني قد نناقش في الإضراب. ممكن أنت تريد إضراب مفتوح ونحن نريد
إضراب محدد بيومين بأسبوع كمرحلة، تجي المرحلة الثانية نديرو 15 يوم، المرحلة الثالثة شهر، المرحلة الرابعة مفتوح، نجرب، لا ننزل بثقلنا ولا نعرف هل المجتمع الجزائري يقبل منا ذلك أم لا. وعوض أن يصدر بيان من الجبهة الإسلامية إنقاذ حول الإضراب، فليصدر بيان من الفصائل الإسلامية الثلاث بما في ذلك موافقة وتزكية الرابطة. وبذلك الشعب الجزائري لما يرى بأن هذا الطلب أو هذا البيان من الفصائل الإسلامية كلها بما في ذلك الرابطة يستجيب. أخذ محفظته ولا أمثل المثل وقام قال: أنا لست مستعد أن أجلس إليكم ولست مستعد أن أناقشكم في هذا، والجبهة الإسلامية إنقاذ أخذت قرار بالإضراب وستعلن عنه، من وافقها فهو معها ومن رفض فإننا نحاكمه محاكمة نيشدلي. وأخذ محفظته وخرج. بالطبع ماذا نفعل؟ نحاكمه محاكمتنا لشادلي. شادلي رئيس الجمهورية. عفوا، أحيانا نظن بأنني أتحدث إلى إخواني في الجزائر، استسمحكم. معناها نعامله معاملتنا لرئيس الجمهورية بنفس. لما أصبح الأمر فيه فرض، خرجنا من الأحادية الحزبية إلى أحادية حزبية أخرى، تغير الاسم فقط، قلنا لا، هذا غير مقبول، ولسنا مستعدين أن ندفع بالمشروع الإسلامي في متاهات لا نعرف ما هي نتائجها. قدمنا النصائح، كتبناها، سجلناها في الرابطة، وقلنا اللهم ربي اشهد فإننا قد بلغنا، وقلنا داخل الرابطة نرفض هذا الأسلوب من الإضراب. أعلن باليوم الثاني عن الإضراب، هذا يوم الخميس أعلن عن الإضراب أنه يبتدئ يوم السبت. بالطبع اتصلت بنا وسائل الإعلام وسألتنا، فكنت أنا الذي أجبت للإعلام وأنزلناه بيان، سئلنا عن الإضراب: ما رأيكم في الإضراب التي دعت إليه الجبهة الإسلامية؟ قلت بالحرف الواحد: الإضراب هذا مطلب قانوني، مطلب قانوني يقره الدستور ويقره الميثاق، ولأي حزب أو هيئة تريد أن تضرب فلها ذلك، لكن نحن نشترط أو نقدم بأن هذا البند أو هذا الحق قبل أن ينفذ لابد أن نراعي فيه أمرين، ثلاث أمور. هذا يقول: الأمر الأول مراعاة الحالة، حالة الجزائر الاقتصادية المتدهورة. الأمر الثاني نحافظ على احتياجات الأولية والأساسية للمواطن. الأمر الثالث علينا أن نأخذ احتياطاتنا بالنسبة للعدو الداخلي والعدو الخارجي التي يتربص، الذي يتربص بالمشروع الإسلامي، يتربص به الدوائر. نقطة نهائية تولي كما هو في التلفزة، كتب كما هو في الجرائد الوطنية، وأنزلناه بحرفيته لإخواننا. يوم السبت أعلن عن الإضراب. ممكن أذكر جانب مستعجل الوقت الحمد لله. على كل حال على كل حال أستسمح، نحاول على كل حال قدر الإمكان. كان معناه دوائر ساخنة أردت أن أضعها بين يدي إخواني للتاريخ وشهادة لله. يوم السبت المفروض يبدأ الإضراب، الإضراب ما تمش، الناس ذهبوا إلى عملهم، الدكاكين مفتوحة، إخواننا سامحهم الله. حتى بالطبع هذا أساليب سياسية أحيانا تستعمل بالكاميرا، إخواننا كان حاضر شاهدهم بالكاميرا على الساعة السادسة صباحا، يصوروا الدكاكين مفتوحة ويبعثوا بالشريط مثلا من قسمتنا إلى وهران. الشباب تاع الجبهة الإسلامية الإنقاذ عندما يشاهدوا الشريط بأن الدكاكين مغلقة يقولوا انظروا الجماعة في تمراس راهم غالقين، ها الشريط، شريط الفيديو، المهم حاجة من القبيل. حتى أنه أذيع في ساحة أول ماي بأن مارساي 30% من الدكاكين في مارساي مغلقة، هذا أعلن عنه أمام الملأ، معنا أمام آلاف من الناس. مارساي 30% من الدكاكين في مارساي مغلقة، شاركوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ في إضرابها. يوم السبت الإضراب لم ينجح، يوم الأحد الإضراب لم ينجح، وقعت العملية التصعيدية التي تسمى بالعصيان المدني. خرج مجموعات من الجبهة الإسلامية إنقاذ تجول الشوارع، ولقد شاهدتم بعضها في التلفزة أعتقد، وسائل إعلام فرنسا، وما شاهدتمه ذلك هو صحيح لأول مرة وسائل إعلام جزائرية تعطى لها الحرية المطلقة في التصوير وبث إرسال مباشر. بالعكس كان بعض إخواننا في الجبهة الإسلامية إنقاذ رفضوا من الإعلام أن يصور بعض المناظر. بدأ العصيان المدني. العصيان المدني حدث كالآتي: تجمعات في الساحات، وضع خيام، مش مثل هذه بالطبع، وضع خيام في الساحات العمومية، الإخوان الجزائريين يعرفوا ساحة أول ماي مثلا، ساحة الشهداء، في كل ساحة في الولاية في البلديات وضعوا خيام، وعملية الاعتصام في حدود صلاة الظهر، يتحركوا بعد صلاة يتحركوا يجوبوا الشوارع حاملين معهم مصاحف وشعارات: لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول، لا النهضة ولا حماس، الجبهة هي الأساس.
مصطلحات من هذا، مسمار جحا يلزم يتنحى، لان الشيخ عباس المدني في مقابله تلفزيونيه مع رئيس جبهه التحرير الوطني النظام الحاكم وقعت مناظره بينهم. المهم سالوه اثناء الحديث عن شادلي، قال لابد هذا شادلي مسمار جحا لابد باش يتنحى. في التلفزة معنا أمام 25 مليون نسمة، ولعل الباربوليك نقلت إليكم الصورة مباشرة. في هذه التجمعات والتحركات يصوروا مثلا كلاب من مصنوع من خشب رفدينه 4-5 أفراد، وأمامه مسمار مكتوب عليه شادلي بجديد، لا إله إلا الله شادلي عدو الله، كلمات من هذا القبيل. بالطبع عملية الضغط، الضغط على السلطة وتصعيد الموقف ونوع من التهديدات. في مش عارف إخوانا لكن واحد من المندية منا ولا في ولاية من ولاية المندية في الساحة بمكبرة صوت يأتوا لهم بخبر فلان، هكذا نقول لكم الصورة كما هي في الأشرطة، فلان جزار، احنا نقول في الجزائر اللحام، هو اللحام في الحقيقة بلومبي، جزار، أيها الناس إن فلان ابن فلان ابن فلانة لم يشاركنا في الإضراب، وهو فاتح دكانه، فمن اشترى منه رطلا من اللحم فكأنما اقتطع من لحم الرسول صلى الله عليه وسلم. صاحب المقهى الفلانية محمد بن قويدر بن كذا فاتح مقهى، من شرب عنده كأس من القهوة فكأنما شرب كأس من دم الرسول صلى الله عليه وسلم. فصاحب الدكان ينظر يمينا ويسارا يقول أنا أريد أن أرتاح، يلا ينزل يغلق بابه، وحدثت حاجة من القبيل. الناس وقعوا في تذمر وفي قلق وفي انزعاج. لعل السائل يسأل لماذا السلطة تركت هؤلاء أزيد من 20 يوم وهم في هذه الحالة ولم تحرك ساكن، بالعكس بعثت برجال الشرطة لقصف بلو هذو، ماذا يفعلون؟ معناه يهيئون الطريق ويفسحون الطريق لتجول أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الناس يتساءلون هل هذه هي الديمقراطية؟ هل من وراء هذا شيء؟ هل هي مسرحية؟ ما هو سبب؟ لكن من ضمن الأسباب، ولست في طريقة التحليل الآن يعني على وشك النهاية، من ضمن الأسباب أن الحكومة الجزائرية في سنة 1988 فيما حدث في الجزائر وقعت قتلى، اتهم النظام الجزائري، كنقول اتهم مش حاب يقول هو بريء، اتهم النظام الجزائري بأنه نظام تعنف، نظام قتال، نظام ظالم، والنظام الجزائري يريد أن يظهر أمام أوروبا بأنه نظام متحرر متقدم فتح صدره للديمقراطية إلى غير ذلك. فتركوا هذه الفترة الزمنية 20 يوم أو أزيد، أصبحت الأحزاب تنادي تطلب من السلطة أن تتدخل، لأن لماذا؟ لأن تزامن الإضراب مع الانتخابات. ثلاث أيام قبل الانتخاب بدأ النادي بالإضراب، جاءت الفترة تاع الحملة الانتخابية، الحملة الانتخابية تقع في الساحات، الأحزاب أصبحت تطالب، قالت نريد أن تفرغ الساحة من أجل أن نأتي بمنصة ونخطب للناس ونشرح لهم أهدافنا ومبادئنا. إذن الأحزاب تضمرت، فأعطيت للسلطة الشرعية في إيقاف الجبهة حتى لا تتهم، لا يتهم النظام بأنه فيه القمع. الشعب بدأ يتضمر، يعني أعطي لكم صورة، البلدية لاميري المير هكذا إذا أراد أن يضرب ماذا يفعل أساسا؟ يأخذ محفظته ويكتب رسالة للوالي يقول له ابتداء من الساعة 8 أنا مضرب، أنا لا أتحمل ما يحدث بعد الساعة 8 من يوم كذا. لكن في الجزائر ماذا حدث إخواننا في الجبهة الإسلامية؟ من أخطاء كثيرة، شيخ البلدية ومجموعة معه يأتون إلى البلدية يغلقوا الأبواب، يطردوا العمال الكل ويغلقوا الأبواب ويجمعوا الخواتم ويضعونها بجهة ويقول للناس لا تدخلون البلدية، أريد ورقة ازدياد لابني إضراب، أريد ورقة وفاة عندي ميت ولا يدفن في ولاية ورقلة، أعتقد بقي رجل 4 أيام ثم دفن هكذا بدون ورقة لأن البلدية مغلوقة. إذن هذا التصعيد هذا وشتم وطعن ونعلن الجهاد وكلمات كثيرة ممكن أثناء الحوار أذكرها، أنا أردت أن أذكر النقاط الحساسة. بعد 20 يوم ماذا حدث؟ تدخل الجيش بعدما وقع السطو والحرق لبعض المقرات التابعة للسلطة، وأعتقد أن الذي قام بهذا لا علاقة له بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، لأن الفترة الأولى عندما تدخلت الشرطة من أجل تفكيك أو طرد المتظاهرين وقع نوع من الإغماء والجروح. احنا أعطينا أوامر لشبابنا على مستوى حركة حماس وعلى مستوى جمعية الإسر والإصلاح أن تتحرك بالسيارات الإسعاف، فكتبوا مثلا جمعية الإسر والإصلاح فرع الإسعاف. الشباب الذين نقلوهم إلى مراكز الجبهة الإسلامية، مراكز الإرشاد أو مراكز حماس، عندما تبينوا منهم وجدوا، نعطيكم في مركز من المراكز في وسط العاصمة 54 لا
نعم 54 او 56 شاب وجدوا في 34 منهم يحملون اسمه هذاك المخدرات لا دروغ، معناها لا علاقة لهم بالجبهة الإسلامية. القاسم المشترك بين الجبهة الإسلامية وهؤلاء هو عملية التذمر والغضب على السلطة، البطالة كما قلت، السكن غير موجود والبطالة، وما لبيت مطالب هؤلاء فهم غاضبين على النظام والجبهة الإسلامية غاضبة على النظام، فالقاسم المشترك بينهم هو غضبهم وحقدهم على النظام. تدخل بعد ذلك الجيش ووقعت حالة الحصار في الولايات الحارة وخاصة ولايات الوسط، وحضر التجول من الساعة 11 ليلا إلى 3:30 صباحا، الآن عودوا قدموا حتى 12 ليلا والثالثة والنصف صباحا، وأقيمت ما يسمى بالأحكام العرفية وبدأت عملية الاعتقالات. الشيخ عباس المدني أعلن في المسجد بأن نعطي للسلطة فترة معينة من الزمن لا تتجاوز شهر وإلا سأعلن الجهاد. وأنقل صورة لإخواني الجزائريين والمغاربة والتوانسة، اللبنانيين الله يسهل عليهم لأن ما قدوش يستوعبوا الأمر هذا. احنا عندنا من يمسك عنده سلاح عنده من 5 سنوات إلى 15 سنة سجن. ظهرت عناصر تحمل السلاح وتتجول في الطرقات، وظهرت عناصر ترتدي لباس الأفغان بالمحزمة هذه ويتحركون، ولباس عسكري ويتحركون كالكوماندوس، وكلمات نابية ومصطلحات غير معقولة حتى بالنسبة للجو العام للرجل الجزائري. قضية التكفير الناس وتكفير الحكام والمصطلحات، مصطلحات الانتقام من بعض المسؤولين، الأمر الأول. الأمر الثاني أن علي بالحاج، خوني بالحاج، ذهب معنا ألقي عليه القبض وهو متجه للإذاعة والتلفزيون مع مجموعة حوالي 50-60 شاب معه، متجهين للتلفزيون من أجل أن يلقي كلمة. موش طلب من التلفزة، لا، ذهب على طول هكذا. عندما وصل الباب حسب المعلومات اللي لحقتنا، عندما وصل الباب ماذا تريد؟ وسائل الإعلام هذه أهي لشادلي؟ ليست لشادلي، إنما هو ملك الشعب وأنا أدخل لألقي كلمة للشعب الجزائري. فبالطبع تدخل الجيش وألقي عليه القبض. في كان عندنا الأخ محمد جمعة وهو موجود، أحضر معناها الفترة هذيك عندما ألقي عليه القبض وأخذوه. في الليل ألقي القبض على الشيخ عباس المدني، وبعد ذلك استمرت إلقاء القبض ولحق العدد الذين سجنوا ممكن في حدود 3000 واحد. والأيام هذه أطلق سراح مجموعة منهم، ولعله إطلاق سراحه مستمر، لعل العدد اللي يبقى ممكن في حدود 100 أو 200 واحد الذين ألقي عليهم القبض بلغة النظام، أقول بلغة الحاكم، بأنهم ملبسين بجرائم إلى غير ذلك، أحيلوا إلى المحاكم، أما الباقون فأطلق سراحهم. في هذه الحالة أذكر بعض الأخطاء نراها من ممكن الجبهة الإسلامية إنقاذ تراها مش خطأ، هذا من وجهة نظرنا، بعض الأخطاء التي ارتكبتها الجبهة الإسلامية إنقاذ في هذه الفترة. أولا تفننت، نرى بأن إخواننا في الجبهة الإسلامية إنقاذ تفننوا، إما هم كأشخاص وإما العناصر الذين ينتمون للجبهة الإسلامية إنقاذ، تفننوا في استعداء الغير أو في كسب العداوة بينهم وبين السلطة. الأمر الثاني، وقعت قضية خطيرة جدا وهي الأحادية في صنع القرار في الجبهة الإسلامية الإنقاذ، لأن في قضية الإضراب مجلس الشورى أصدر بيانا قال بالحرف الواحد بأن ابتداء من الآن أي بيان يصدر فهو مرفوض إلا إذا كان بإمضاء مجلس الشورى. بعد 6 أيام أو 7 أيام يعلن عباس المدني بأن الناطق الرسمي للجبهة الإسلامية إنقاذ هو عباس المدني، والثاني النائب هو علي بالحاج. فكل قرار يصدره بإمضاء عباس المدني وعلي بالحاج فهذا هو الذي يؤخذ وهو الذي يعبر عن الجبهة الإسلامية إنقاذ، أما الباقي فلا علاقة لهم بالجبهة الإسلامية إنقاذ. سئل في التلفزة عن هذا البيان الذي أصدرته مجلس الشورى فقال هؤلاء سذج، قال هؤلاء سذج، وبدأ الصراع داخل الجبهة الإسلامية إنقاذ. للأسف أنقلها لإخواني، نتعاون على جمع الشمل، مما أدى إلى عناصر أربع أفراد من مجلس الشورى للجبهة الإسلامية إنقاذ يروحوا للتلفزة ويعلنون
سمعت ممكن جزء منها في التلفزة الفرنسية، يعلنون بالحرف الواحد، أعلن أحدهم قال بأن الشيخ عباس المدني يشكل خطرا على الجبهة الإسلامية وخطرا على الإسلام، وقال قولا آخر وقال في يدي ملفات، وقال الثاني لي شريط مسموع، فإذا أنا معرض للاغتيال فإذا ما قتلت فهذا الشريط يسمعه الشعب الجزائري. وعرف الحقيقة هذا الأمر هذا بالطبع خلى إرباك داخل، مشي داخل الجبهة الإسلامية إنقاذ، لا داخل الفصائل الإسلامية، وتعرض المشروع الإسلامي في الجزائر تعرض إلى هزة عنيفة، وانقسم الناس بين مؤيد وبين معارض وبين متشكك وبين مهزوم وبين من انزوى، ووقع إرباك في الجزائر. هذا الإرباك هذا لازلنا ندفع ثمنه إلى يومنا هذا. وأمر آخر هو استخفاف، أحيانا استخفاف بنظام، عندما يذكر شادلي بأنه مسمار جحا يلزم يتنحى، وعندما يهدد بأن 75% من الجيش معنا، وفي خطاب يقول أخونا عباس المدني بيوم الجمعة قال معنا 4 جنرالات في الجيش ومعنا 75% من الجيش، ويقول أخونا علي بالحاج في خطبة الجمعة معنا زوجة جنرال تأتينا بكل المعلومات. هذا الأمور هذه بالطبع خلات تساؤلات، هل ماذا يراد من هذا التساؤل؟ إن كان الأمر هذا حقيقة فلماذا نكشف أخبار هؤلاء؟ مما أدى إلى النظام، إلى السلطة، لأنها تأخذ مواقف صارمة لبعض الضباط ودفعت بهم إلى بعض الولايات، ولايات الجنوب. هذا بكل إيجاز، دون أن أذكر المستقبل لضيق الوقت، ما حدث من بعض ما حدث من 88 إلى سنة 91 إلى يومنا هذا.